السلام عليكم شباب، تحديات الأسبوع الرابع راح تنزل لكم بأسرع وقت ممكن، ولين ما أخلص المونتاج. خلونا نخلص تحدي اليوم الثامن من تحديات 14 يوم من فورتنايت، والتحدي سهل مباشر. قم بالرقص أمام 9 من الأشجار الكريسماس. صح أنه 9 كثير، بس تقدر تخلص أكثر من وحدة في نفس الجيم أو في أكثر من جيم على كيفك. المهم أنك ترقص قدام 9 أشجار، والحين بشوفكم الأماكن التسعة. خليكم متراقبين لمقطع شرح تحديات الأسبوع الرابع، لأن التحديات كثير صعبة وبخلص الفيديو بأسرع وقت. لا تنسوا اللايك والاشتراك، ومع السلامة.